أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشهيد البحريني في السابع عشر من ديسمبر من كل عام والذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يعد مناسبة جليلة ووطنية تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وابنائه من منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والذين أدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية بكل إخلاص ووفاء داخل الوطن وخارجه، واستشهدوا ليسطروا بدمائهم الطاهرة تاريخ الوطن وحماية أمنه. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ان يوم الشهيد يعتبر مناسبه خالده نحتفي من خلالها بمن انارت ارواحهم سماء البحرين وتعطرت ارضها من طيب اجسادهم الطاهره حيث اكدوا في مشهد عظيم يمثل اقصى درجات الوفاء بانهم مضحون للوطن في سبيل رفعه رايه البحرين وجعل المملكه واحه امنه واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد نستذكر في هذا اليوم العظيم تلك الارواح التي ضحت في سبيل اداء واجبهم الوطني ونقف في هذا اليوم الكبير وقفه اجلال واحترام وتقدير للمقام الرفيع لشهداء البحرين الذين قدموا اروع التضحيات في سبيل البحرين منذ التاسيس والى يومنا. وليكون هذا اليوم تكريما متصلا ومتواصلا بين جميع الاجيال. وتبع سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ان تضحيات شهداء الوطن الابرار بارواحهم الغاليه ستبقى محفوره في صفحات وذاكره الوطن ووجدان ابناء البحرين، وستظل مملكه البحرين وفيه لدماء الشهداء، واننا نحتسبهم عند الله شهداء.